أبدأ معك إسماعيل، هل من مستجدات في الموقف الرسمي الباكستاني وأيضا مستجدات الوضع ميدانيا على مستوى الحدود مع أفغانستان؟ الموقف الرسمي الباكستاني أشار إليه وزير الخارجية الذي قال بأن أفغانستان الآن تعيش حالة من الأمن، وهو أمر أشاد به شاه محمود قريشي، وأكد على أن باكستان سوف تدعم هذا الوضع في أفغانستان، وأن باكستان تسعى لاستمرارية استقرار الأمن في أفغانستان بناء على حكومة ائتلافية تضم جميع الأطياف الباكستانية. حركة طالبان الآن تتحرك باتجاه دبلوماسي سياسي بالتعامل مع الأحزاب الأخرى والقيادات الأفغانية الأخرى، الأمر الذي أشادت به الحكومة الباكستانية على لسان وزير خارجيتها شاه محمود قريشي، الذي أكد بأن الاستقرار في أفغانستان يعتبر استقرارا لأمن المنطقة كلها، وأن باكستان تسعى إلى هذا الاستقرار بكل ما لديها من سلطات وقوة واتصالات مع الجهات الأفغانية. الحكومة الباكستانية أشادت بالعفو الذي أصدرته حركة طالبان، وبحالة الاستقرار التي وضعت بها حركة طالبان الشعب الأفغاني بعد أن سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول. هذا الأمر لاقى قبولا ليس فقط على المستوى الحكومي، بل إن القنوات الباكستانية وقنوات التلفزة وغيرها من على وسائل التواصل الاجتماعي تشيد بموقف حركة طالبان في أفغانستان، الأمر الذي يعتبر إيجابيا بالنسبة لباكستان، وهو أن عدم استقرار أفغانستان يعتبر عدم استقرار لباكستان، لما يتسبب ذلك بزيادة عمليات النزوح وزيادة عمليات الهروب عبر الحدود الأفغانية الباكستانية. أود أن أشير إلى الحدود الأفغانية الباكستانية والمعابر الرئيسية بين البلدين، معبر تشمن، معبر سبين بولدك، ومعبر طورخم. وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد أكد بأن الوضع هادئ على الحدود وعلى المعابر بين البلدين، وأكد بأن عملية النزوح قلت بشكل كبير جدا، ليست هناك أرقام تشير إلى أعداد الذين كانوا نزحوا من قبل ولا أعداد الذين ينزحون في هذه الفترة، ولكن عملية النزوح بحسب ما أشار وزير الداخلية قلت وخفت بشكل كبير نظرا لاستقرار الأمن في أفغانستان وعلى المناطق الحدودية بالذات التي تفصل بين باكستان وأفغانستان، حيث أن جنوب شرق أفغانستان هي مناطق أصبحت كلها تابعة لحركة طالبان، ولا يوجد هناك نزاع أو مقاومة من قبل جيش أفغاني أو جماعات أفغانية أخرى غير حركة طالبان التي سيطرت على تلك المناطق. هذا هو السبب الذي جعل الحدود بين البلدين هادئة ومستقرة. إضافة إلى ذلك أشار الشيخ رشيد أحمد بأن الجهات المسؤولة على الحدود والقوى الأمنية الموجودة على الحدود في حالة تأهب في حال أي حدث أي تطور أمني أو زعزع للأمن في المناطق الحدودية بين البلدين، ما يدل على أن تصريح الشيخ رشيد أحمد يدل على أن باكستان متأهبة، ولكن أيضا راضية على الوضع في الحدود، خاصة وأن الحركة التجارية في معبر طورخم أصبحت تنشطت عن ذي قبل.